صحنا مع تسليم اعتصام سلمي، لا تخريب لا داوي لا شيء. واضح باك ميسكات ميستروا كل باك ميسكات الحمد لله فيه ويخدموا في المرمى. مهندس بترول ولامس مهندس بترول جيت القناه الوطنيه اعطيت 35 ثانيه اعطونا عقد. مهندس بترول قال لك 25 بير بترول في بير تارتار، يعني 25 بير يخدموا الميات. 65 مليار اللي دفعتوهم في البلفيدير كان فرختوهم مليار مليار يغنوا من هنا القفصه. المعركة اليوم يقودها الشباب، شباب الذي عيل صبره وطال انتظاره ولكن ليس هناك أفق. باعتقادي أن ما أعلت عليه الحكومة إلى حد الآن لا يفي بالانتظارات، وما يخرج ذبانة من عسل. باعتقادي أنه يتواصل تتواصل المماطلة والتسويف، وفي اعتقادي أنه إلى حد الآن أسبوعين من النضال والحكومة لم تفهم بعد الإرسالية اللي حاول شباب تطاوير أنه يرسلها. أنا نقول لهم بكل وضوح يا حكومة ويا مسؤولين، اربحوا وقتكم أحسن، ما تحاولوش أنكم تعولوا على فشلنا ولا تفرقنا ولا تفرق صفوفنا. رانا عاقلين ورانا مسؤولين. أنا نتكلم شايب ولكن نتكلم باسم هالشباب هذا. رانا متحضرين ورانا فاهمين اللعبة، وباش تحاولوا أنكم تقلقونا ولا حاجة راولة. رزبا خدمان الشباب، خويا خدمان الشباب انتوما قدوة اليوم وكل الشمال معول عليكم بإذن الله. إن شاء الله ماذا بينا نخرجوا، ما تكونش مجرد ثورة متاع إنسان يحب يخرج شحنة داخلية وبعد ذلك ما يتم لنا حد شيء. واصلوا صمودكم وكلنا معاكم إن شاء الله. ماذا بينا الحكومة اللي قاعدة تماطل في المطالب وكل مرة تعطيكم حربوشة باش أنتوما تسكتوا؟ ماذا بينا يا أولاد ما تسكتوش كيما كنت تسمع الرخلات الثورة هذه لازمها تتحول. وغايتنا مش السبسي، غايتنا الشركات الاستعمارية قبل السبسي. الشركات الاستعمارية التي استعمرت بلادنا 70 سنة منذ الاستعمار لم يأتوا، ما خرجتش فرنسا، ما خرجتش، سوف نخرجهم بإذن الله. أحدنا حد كما عقلوا جدودنا أركابهم سوف نخرجهم بإذن الله. رخلاء 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 أيوة تطوير رخلاء رخلاء رخلاء.